هذا زامل، سمعت زامل للحوثه ورجع اديه جوابي. زامل الحوثه قدو معروف اي نوع؟ عندما قال حيا بدا الموت بين المشرقي والمغربي. ايوه ايوه معروف معروف. وانا اديه جواب قلنا قال البكيل الى توسيع الصراع المذهبي. مذهبي نعم. ومن تغر في الدين تغره بايلاقي مصرعه. مصرعه. سميتوا انفسكم جنود الله يا كم من غبي، وانتم جنود حسين دي للرافضيه مرجعه. قلنا سميتوا انفسكم جنود الله يا كم من غبي، وانتم جنود حسين دي للرافضيه مرجعه. والموت باياتيك به نهمي ودهمي وارحبي. الله. واهل الطيال السبع كلهم بايجي من موقعه. النعم. قبل العبيدي والب الحارث وصف المصعبي ومراد والجدعان دي ترمي عداها كرسعه. الله. وتخبروا سدبه وسدبه يوم شب المحربي. الله. ترفع خبرها القبائل والقبائل تسمعه. يوم انسى عزت وشيب راس من عاده صبي ولا زالت عناق الروافق في الرمال مقطعه. مقطعه. قلنا يوم النساء عزت وشيب راس من عاده صبي ولا زالت عناق الروافض في الرمال مقطعه. واجهكم الشيخ الحسن وجمهور عينه تلهبي مثل النمر داس التعالب دي عليهم جمعه. منكم 800 قتيل و5000 مصوبي واحنا 13 مصوب والمقاتل 4.